الجلسات اليوم هي اولى جلسات العلنيه اللي كتوفر فيها اكثر الضمانات. ملف تاخر لسبب وجيه جدا وجدي وهو اعداد الدفاع. طبعا انا بالنسبه للوضعيه القانونيه للموكل ديالي هو موجود هنا في هذا الملف نظرا لتصريحات بزاف ديال الاشخاص. هذيك التصريحات غنعمل معاه بعد الاطلاع على الملف من اجل اثبات التناقضات اللي كاينه، وديك الساعه يمكننا نضحطوا ادله الادانه ونشوفوا ادله البراءه نوجهها للمحكمه من اجل ادوات الاقتناع في اطار فصل 305 من قانون المسطره الجنائيه. طبعا المترجم حاضر وغنطلبوا باش يبقى لصيق بالموكل ديالنا من اجل ترجمه كل ما يجري بالجلسه عليه، وما يكون ناقصه حتى شي حق من حقوق الدفاع على غرار باقي المتهمين الاخرين ويكونوا في وضعيه واحده. هادشي اللي غنقدر نقول لكم. الجلسه تاخرت 16:05 ويمكن تزيد تاخر لان باقي الدفاع عاد غادي يحضر من بعد، وسمعنا بان ما كاينش غير الطرف المدني لويزا الدنماركيه حتى النرويجيه هي في طور المساطر الاداريه من اجل التنصيب كطرف مدني وطلبوا مولا حتى هما، وهذا حقهم. حنا غنثبتوا ان شاء الله البراءه الموكل ديالنا من خلال الحجج اللي عندنا. كيفن زولر السويسري، استاذ اذا ممكن تقول لنا الاسباب اللي خلاوك انك تقتنع الدفع المتاح؟ انا الموكل ديالي شفت الزوجه ديالو التحقت بيا وحكات لي عليه ومشيت زرته بعدها، واقتنعت بان الملف فيه ادله قويه ديال البراءه خاصها تظهر وستوصل للمحكمه، والحمد لله حسينا بالاستجابه ديال ادله البراءه وطلبت المواجهه وقاضي التحقيق استجب لي المواجهه، واي حاجه كنطلبها باش كتبين البراءه كنلقى واحد المساعده عند قاضي التحقيق مواجهه، واكدوا خلالها المتهمين البراءه ديال كيفين من اي افعال ديال القتل ديال وقعه شام هاروش، اكدوا علاقه الصداقه، اما علاقه الجريمه والقانون الجنائي وداك الشيء ما اكدوش. هادشي اللي كاين، وبالتالي غنزيدوا نناقشوا هذه المواضيع والاقوال اللي باقا كاينه في محاضر الشرطه مزيان ونزيدوا نفصلوها بين التناقضات اللي كاينه فيها.